بسم الله على بركات الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي شاف ملكة. اليوم ان شاء الله غادي نديرو حلوة اللي هي بسيطة وسهلة ومتناول في متناول الجميع. هاد الحلوة ان شاء الله غادي تكون على بركة الله. المقادير ديالها كالآتي. نحتاج باش نديرو هاد الحلوة البيض، 4 البيضات اللي هما يعمرو هاد الكاب. الا درتوهم بيضات صغار يقدروا يعمرو هاد الكاب نتاع العنبة، الكاس د العنبة. وانا عندي هذا الكاس د العنبة، عندي القياس ديالو في هذيك الطويسة الصغيرة. هو عندي كاس يعمر هذاك الشيء، انا قيست بهم. بغيت غير ندير لكم نتوما. انا ندير بزاف من كنحضر الحلوة ديالي، كندير جوج صنوات ندير، لان نبغي ندير ديكوريشن ديالي على خاطري، وكعرفة العائله ماشي واحد اللي راه معايا. انا عندي كاس تاع الزيت تاع العنبه قريبه يعمر، وزدت معاه الزبده. هي داروا لي 1 كاب، عطوني واحد الكاس تاع العنبه. اذا ودي شويه روح الفانيلا، وعندي بيكن باودر، وعندنا الطحين الفورس تاع الحلوه. انا الفورس راه هذاك الشيء اللي كيتباع هنا، غير هذا النوع من هنايا تاع الحلوه، كنديروا به الحلوه، نديروا به بغرير الخبز كل حاجه. اذا وهكاك دابا عندنا غادي نبداو ان شاء الله نشرعوا باش نديروا الحلوه ديالتنا. غادي نديرها حداكم، نحاول باش نديرها، ونتمنى كل بنت صغيره وكل كاع البنيات اللي ما يعرفوش يديروها، يديروا غير بشويه عليهم، ما تكثروش الطحين. هي هذه راها زوينه بحال تجيب لكم الحساب، ما غاديش نزيدو اكثر من نقصو اكثر. الا يمكن اللي بغى يدير الدوبل، اللي بغى عنده العائله يديرها دوبل، واللي عمره ما دار الحلوه خصو يديرها غير بالتدريج، يمشي معاها غير بالتدريج. نبداو على بركه الله. نحطوا الاول الشجر ديالنا اللي هو السكر، ونزيدوا عليه البيض، ونحاولوا نذوبوا داك البيض معاه، نضربوا داك البيض مع السكر. قلنا بعد ما درنا السكر وهو السكر مع البيض، غادي نحاولوا نجمعوها بيدينا ولا بالدراب اليدوي ولا بالدراب الباتر نتاع اليد، هذاك تاع اليد كيما بغيتوا. اللي عنده شي حاجه يديرها احسن ضربوه بهادي، ومن بعد تسرحوا خدموه باليدين ديالكم باش تحسوا بهذيك الشيء دايب، تصاوبوا كل شيء الحلوه ديالتكم، كل واحد على حساب اللي يبغي. بحال انا دابا هاد الاكز راني كنضربهم بهاد الدراب اليدوي، ولكن بعد غادي نصاوب بيدي ضروري باش نجمع العجينه وباش ندير الميلونج تاع كلش. هاد لي زانغغيديون اللي عندي هنايا فيهم الاكز، هما 4 تاع الاكز اللي درنا 1 كاب اوف شوغر. ايوا غادي نحاول نجمعهم. Thank you.
اذا نجمعوا العجينه ديالتنا بعد ما درنا الخميره مخلطه مع الطحين، وقبل درنا الزيت كما شفتوا، الزبده والسكر ضربناهم مزيان، وفانيلا ضربناهم مزيان. الزبده تكون على حراره المطبخ، انا شويه خليتها شويه كانت عاد شاده راسها، داكشي كتلقاو فيها صعوبه الا ما درتوهاش تذوب على حراره المطبخ، ولكن ما ديروهاش في السخونيه تذوبوها، لا ما تصلحش للكوكيز ديالكم، ما تصلحش لهاد، ما تصلحش للحلوه تاعتكم. اذا نبقى نمزج العجينه ديالي حتى تشد راسها، يعني تولي لينه ماشي قاسحه، الا كانت قاسحه غادي تخرج لكم بحال الحجر، قاسحه ما تقدروش تاكلوها، غادي تخرج يابسه. اذا خصها تكون لينه ذات صوايع. انا درت فيها الزبده، اللي بغى يديرها بلا الزبده تجي غير كاس تاع الزيت، عوض باش ديروا الزبده ديروا غير الزيت، ولكن انا درت الزبده لانها كتعطيها شويه واحد الليونه. نجمع العجينه تاعي بالتدريج، كل مره نزيد شويه الطحين، ما نديرش الطحين مره واحده باش ما تقصحش ليا ولا نغلط فيها، نبقى ماشيه معها غير بشويه الى ان تجمع وترجع لينه. ساليت العجينه ديالي، نجمعها، درتها في بلاستيك غذائي، خليها واحد شويه على ما خملت وداكشي ورجعت لها. احنا مره اخرى اليكم، انا قسم الخبز نتاعي، دوك العجينه نتاعي درتها درتها طروفه اطراف وجمعتها بحال الشكل اللي نديروا الخبز دوائر. اذا وغادي نحطهم في واحد البلاصه، وغادي نبدا نستعمل الصناي ديالي، نجيب اللوازم ديالي اللي راني محضرهم اوريدي، راهم محضرين، وغادي نحطهم هادو في واحد داك اللاطا اللي درت فيها، سايبهم تما على ما نخدم الخبز، غادي نخدم وحده بوحده. غادي نسرح، بعد ما سرحت الورق هذاك ورقته، كنقولوا نورقوه بهذاك الدلاك، هذاك الورق ديالي سرحت له البابي تاع المطبخ، هذاك كسميته بلاستيك. اذا سرحته وهاني نجمع هاد المين، نجمع هذاك الشيء اللافت اللي بقى، نحيد دوك الدوائر ديالي نتاع الحلوه ونحطهم في الصني ديالي. اذا العجين اللي يكون بيتوين اللي يكون فرق لي فرقت به الكوكيز تاعي وهي الحلوه، اذا غادي نجمعو ونحطوه في واحد داك البلايط اللي راني حاطه فيه بعدا اوريدي، راني دايره فيه حوايجي، هذاك التبصيل لاسيات اللي كنحط فيها حوايجي، ونبقى ناخذ داك الكاطو اللي هي الحلوه نحطها في الصناي ديالي، في اللاطا ديالي، تري نحطها في التري ديالي ونسدفها، ومن بعد نرجع ندير نجيب الاخرى العجينه الاخرى ونستمر في تحضير الباقي. بعد ما خرجت الحلوه ديالي بالفضه مزيان وعزلت هذوك بحدهم، كل جهه اللي عندهم لي طغو درتهم في واحد الجهه، اللي عندهم الهولز واللي عندهم الفتحات، والجهه الاخرى العاديين. اذا وغادي نبقى نزوق ونصاوبهم، عزلتهم درتهم في الطبسي، جيت للكونفيتير وجبت واحد الكاسرول درت فيها الكونفيتير سخنته ودرت عليه، كنزيد عليه ما زهر ما ورد باش يعطي داك الرائحه الزوينه.
ديك الريحه نتاعو زوينه. وغادي نبدا ندير لصق الحلوه ديالي بعد ما نخليه شويه يبرد، ما نخليهش هكا طايب ونديرو حتى يولي وورم. يوم نبدا نزوق الحاني، جبت الطباسه ديالي كل واحد درتو بوحدو، الطباسه واحد درتو بواحد الجيه باش تجيني ساهله الخدمه ديالي، تسهل عليا الماموريه الخدمه ديالي. هو الكونفيتير ديالي، غادي نلصق الحلوه ديالي نصاوبها كنحركها مزيان، ومن بعد غادي نبقى ندير الديكور ديالي كما الديكور لصق الحلوه مع بعضياتها اللي تخرج زوينه زوينه. كاع راه كتعجبكم كتلقاوها تباع في المحلات تاع الحلويات، كتعجبكم وكتلقاوها في المناسبات في كل مكان. اذا ماشي مشكله جربتوها، تاخدش منكم بزاف تاع الوقت. هكذا تخرج زوينه ورقيقه، كثر الا كانت رقيقه تعطي واحد المنظر زوين. ايوا تستمروا هكا وحده منا وحده منا، ديروا لهم داك الديكور ديالهم، ديروا حتى بالشيكولا. وهكا نستمر حتى نكمل. تاني دار الشيكولا، هذا الشيكولا راه سيرو نتاع الشيكولا نتاع الحلويات اللي كيزينوا به الحلويات يلصقوهم به. انا غادي درتها فيه باش نخدم الحلوه ديالي اللي بقات ليا اللي ما عندهاش، اللي بقات ليا من هذاك التزيين درتها سامبل سامبل تو سامبل. وغادي دابا هذوك لصق وحده مع وحده بواسط الشيكولا، نخليهم يتشربوا الشيكولا هذاك السيرو نتاع الشيكولا. وانتم ديروا شيكولا عاديه ولا ديروا ديك سميتها شيكولا، ديروا فيها شويه نتاع الزيت وتذوبوها في الكاسرونه بحال اللي درت الكونفيتير. اللي بغى يدير غير الماء شويه الماء، ما تكثروش الماء باش ما تجيش سائله وما تلصق لكمش الحلوه. غادي نزين الحلوه ديالي هكا، ندخلها ندير وحده فوق وحده الاول نلصقهم، عاود نولي ندخلهم في داك ندخلهم داك البول تاع الشيكولا، ونولي نديهم ندخلهم في السيم ثينغ. ديروه مع الكونفيتير، ديروا الكونفيتير اللي سقى واحد الشيكولا مع وحده مع وحده، وتغطي وديروها في النواد كوكو. هذا النواد كوكو. اذا غادي تكملوا باستمرار. انا درت هذا التوصيل اللي بقالي، بغيت نخليه نديره باش ندير بها هذا النواد كوكو. لان بعد ما درنا دزنا على كل المراحل اللي دزت عليها معاكم، شفنا كيفاش نديروا الحلوه ديالتنا. دابا هذا التفصيل ديالي اللي درت انا ديكوريشن، كاينكم هذا الكوكيز اللي درناه جماعه، الحلوه اللي درناها اللي درتها امام عيونكم، وريتكم المراحل كاملين. هذا للمبتدئين بنياتكم صغارات ديروهم اللي بغات تفرح وليداتها كل شيء. هذا الشيء راه زوين لكم الا تبعتوا المراحل، غادي يخرج زوين زوين بزاف. ما ديرولوش الجد من تدخلوه للفران، من ديروه في الافن ديالكم، سخنوه على درجه 180 وصافي. بحال اللي هنا خارج الوطن اللي جايين معانا يديروا على 350، هي هذيك هي 180 هنايا. و
وان شاء الله نتمنى كل واحد يجربه اللي عجبه يعطينا الكومنت ديالو. don't forget to subscribe to my channel, like and give me a comment. I can answer to all your question. thank you guys, bye and bye, see you in another video. ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر, فيديو واحد اخر, وان شاء الله نتمنى باش يكون عجبكم هاد الكوكيز ديالي, القاطو اللي درته معاكم, لي قاطو الحلوه. اذا وهي هشيشه وزوينه, ثقوا بي انا جربتها ودائما كنديرها من شي راني جيت ودرتها. هادي راني انا كبيره وكل هاد المراحل كل شيء كندوزو بها مع امهاتنا ومع وليداتنا. ايوا وان شاء الله نخليتكم بخير وعلى خير, نتمنى لكم ان شاء الله صحه والراحه. And thank you, bye.